المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء به المستهل بالعناوين. إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا اليوم. قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط يدعو للتقيد بقوانين المرور. دعوة للمزارعين والرعاة عدم الاستفادة من الأدوية غير القانونية في حقات. هجوم بالصواريخ على مطار كابول واستمرار عمليات الإجلاء الجوية. الهند تعلن استعدادها للمشاركة في تأمين مطار كابول. واشتعال النيران في واجهة مبنى من 20 طابقا بميلانو وإجلاء العشرات. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 30 من أغسطس في مراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مواطن كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم عنسبة يبلغ من العمر 65 عاما. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6642، شوفي منهم 6590 وتوفي 36 مريضا، فيما لا يزال 14 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من أغسطس 2021. دعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادس برهاني المركبات للتقيد بقوانين المرور لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات. وأشار المقدم تادس إلى أن الدراجات التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي ظهرت في أواخر العام 2019 تخالف القانون باستمرار، وبما أن النصح والإرشاد الذي كان يقدم لم يؤدي إلى خفض نسبة المخالفات تم البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة. وبموجب مستندات المكتب قامت شرطة المرور في العاصمة أسمرة في 29 و30 من أغسطس بدوريات مرورية، وأدى ذلك إلى تقديم أكثر من 70 دراجة تعمل بالطاقة الشمسية إلى مساءلة قانونية واتخاذ خطوات عقابية. وتعد القيادة وعدم استخدام قبعات الأمان والسير بطرق ممنوعة وركوب أكثر من شخصين وحمولة زائدة وقيادتها بواسطة من هم دون سن القانونية تعد من أهم المخالفات التي توقع تلك الدراجات تحت طائلة المساءلة القانونية. في الختام دعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط سلطة خدمات المواصلات للقيام بتوظيف جيد لتلك الدراجات والتقيد بإعلان رقم 154 لعام 2006. وأوضح أصحاب تلك الدراجات التي تعمل بالطاقة الشمسية ضرورة احترام قوانين المرور، مناشدين أهمية إخراج رخصة قيادة وملكية ولوحة خاصة بها. في غضون ذلك أوضح فرع القانون الانضباط في الإقليم الأوسط تقريم أكثر من 100 سيارة غالبيتها من السيارات الصغيرة خالفت التعليمات الاحترازية الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا. قيمت اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في 26 و27 من أغسطس الجاري بقاعة هانيبال بمدينة دبروة قيمت أنشطتها النصف السنوية وبحثت برامج النصف الآخر من العام. وأوضح التقرير المقدم تنظيم دورات مهنية بالتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا والاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا والجهات الشريكة الأخرى ساهمت في تطور قدرات المرأة. وتهدف الدورات المهنية إلى تحسين المرأة حياتها المعيشية بالاستفادة من الفرص والثروات المتاحة في مناطقها، وتمثلت تلك الدورات على أعمال التطريز والفخار وتربية النحل والدواجن وقيادة السيارات، وقد حققت نتائج مشجعة. وبحث الاجتماع التقييمي تعزيز التنسيق بين كافة الجهات الحكومية والمجتمعية في إطار البرامج المسيرة لتنشئة مواطنة تتمتع بكافة المقدرات والمؤهلات والقيام بدراسات جادة حول انتكاسة ظاهرة ختان الإناث التي ظهرت في بعض مناطق عنسبة والقاشبركة، وخلق أجواء تساعد
على نشر المطبوعات التي يصدرها الاتحاد الوطني للمرأة وغيرها من الآراء والتوصيات البناءة. وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس فاميكائيل أن التعرف على المميزات والقصور يساعد على فعالية العمل القادم، لذلك على الفروع في الأقاليم العمل انطلاقا من توافق البرنامج والرؤى وتقييم الأنشطة بالتركيز على الأعمال المنجزة على أرض الواقع. قدمت دعوة لأصحاب المواشي للحد من استخدام الأدوية التي لم يكتشفها البيطريين من أجل تحقيق الخدمات الصحية والتطعيم المقدم لنتائج جيدة لتأمين صحة المواشي وتكاثرها. أوضح ذلك مكتب الثروة الحيوانية في مديرية حقات لخطورة أضرار تلك الأدوية على صحة المواشي. في غضون ذلك ساهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت ابتداء من 8 يوليو المنصرم ب221 ملم بلغت غالبية مزارعهم مرحلة التنظيف والمزروعة مسبقا مرحلة الإثمار. وتوضح مستندات إدارة المديرية بأن الذرة الشامية والدخن والفول والبقوليات أهم المزروعات التي تزرع في مساحة تبلغ 16,000 هكتار. من جهة أخرى أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الأمطار التي هطلت في 26 من أغسطس تسببت الصواعق الرعدية بقتل رجل يبلغ من العمر 40 عاما في منطقة دم زرازين وإصابة زوجين في عمر 30. سيداتي وسادتي، نتوقف مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي وقوع هجوم بالصواريخ على مطار كابول، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء تتواصل دون انقطاع. وكان مسؤول أمريكي ذكر بأن عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول الدولي قبل أن تعترضها منظومة دفاع صاروخي، مضيفا أن ما يصل إلى 5 صواريخ أطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا. وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربة في كابول استهدفت آلية مفخخة بهدف القضاء على تهديد وشيك لمطار العاصمة الأفغانية مصدره تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان. هذا وأكدت وسائل إعلام أفغانية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من المدنيين في انفجار حدث نتيجة لسقوط قذيفة في إحدى المنازل السكنية في الناحية 15 قرب مطار كابول. شهد محيط مطار كابول الدولي انفجارا بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من هجمات وشيكة. أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعداد بلاده للمشاركة في تأمين مطار كابول الدولي في أعقاب محادثات أجراها في مدينة أنطاليا مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو. وكان شاويش أوغلو أكد أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران بعد اجتماع ناقش خلاله مستجدات الوضع في أفغانستان أن قضية المطار قضية خطيرة حقا، مضيفا أن الحركة تعاونت مع الجانب التركي لتسهيل عمليات الإجلاء. وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لتحمل أعباء اللاجئين الأفغان الجدد شريطة أن يتم تجديد بنود اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في مارس من عام 2016. وكانت تركيا المحطة الأولى في الجولة الخارجية التي يقوم بها وزير الخارجية الألماني، وتشمل أوزبكستان وباكستان وطاجكستان في إطار جهود برلين لإيجاد حلول إقليمية للاجئين الأفغان. وتشترك الدول الثلاث في حدود برية مع أفغانستان، حيث من المتوقع أن تكون من بين أولى الوجهات الرئيسية التي سيلجأ إليها الأشخاص الفارين من حكم طالبان في أفغانستان. اندلع حريق في واجهة مبنى من 20 طابقا في مدينة ميلانو الإيطالية واستغرق إخماده عدة ساعات دون وقوع إصابات، وتم إجلاء حوالي 70 عائلة حيث كان من الممكن إخلاؤه عندما بدأت النيران الأولى. وقالت قناة تي جي 24 الإيطالية إن المدعي العام الإيطالي فتح تحقيقا في كارثة اشتعال النيران
20 طابقا في مبنى بميلانو، حيث غطت النيران كل شيء وبدأت ألواح الواجهة تنفصل واحدة تلو الأخرى. وأوضحت القناة أن السلطات قامت بالتدخل الفوري لعشرات من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى رجال الشرطة الذين حددوا المنطقة بأكملها مع مروحية لمعرفة ما يحدث والبحث عن وجود أي شخص على السطح. وأسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي، مما أدى إلى ظهور عمود كبير من الدخان شهد في جميع أنحاء المدينة، وتم علاج 20 شخصا فقط من مشاكل التسمم الخفيف بالدخان. لم تستطع جائحة كوفيد-19 منع 200 زوج من عقد قرانهم في حفل زفاف جماعي في ليما البيرو. وقد ترأس الحفل الذي أقيم في العاصمة ليما عمدة ليما خورخي مونوز، وخضع الأزواج سابقا لفحص طبي لمنع انتشار فيروس كورونا. وكان الزوجان الأكبر سنا هما سانتياغو لويلا سيفونيتيس البالغ من العمر 82 عاما، وأولغا فيلاكيز لورينسو البالغة من العمر 87 عاما، وأصغرهما ماركو روبليس مونتينيغرو البالغ من العمر 24 عاما، وجوديث تاتاج أغورتو البالغة من العمر 19 عاما. وحصل الأزواج على سلة فواكه، وقدمت السلطات المحلية استراحة لتناول القهوة، وتم بث المراسم عبر صفحة الفيسبوك التابعة لبلدية ليما للأقارب الذين لم يتمكنوا من الحضور. وبعد الحفل اختار العرسان استخراج تراخيص زواجهم والتقاط الصور في حدائق المكان. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطنان 2 بفيروس كورونا اليوم. قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط يدعو للتقيد بقوانين المرور. دعوة للمزارعين والرعاة لعدم الاستفادة من الأدوية غير القانونية في حقات. هجوم بالصواريخ على مطار كابول واستمرار عمليات الإجلاء الجوية. برلين تعلن استعدادها للمشاركة في تأمين مطار كابول. واشتعال النيران في واجهة مبنى من 20 طابقا في مدينة ميلانو إجلاء العشرات. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.